السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مشاهدينا الكرام، كنشكركم دائما على التشجيعات والتعليقات ديالكم، ونتمنى اللي مازال ما اشترك معنا يدخل القناة وبارك على ابوني وفعل الجرس، ونتمنى التشجيعات ديالكم. اليوم غنقدم لكم واحد المربى غزال ورائع وقوي بالمكونات ديالو الباربا والفريز الفراولة، الباربا الشمندار. جد رائع هذا المربى غزال، وليداتكم باش يفطروا بيه، يديو لهم المدرسه فعوض داكشي اللي كياخذوا ديال السقاطه، ومربى صحي ديال الدار، يعني ما ناقص مواد حافظه وناقص سكر، السكر كتحكموا فيه. وانا قلت لكم حتى اللي ما بغاش يدير فيه السكر يخليه بلاش، لان اصلا البربه حلوه بزاف والفريز حلو، يعني تكتفيو غير بالحلاوه ديالو الطبيعيه، واللي بغاو يدير غير كميه قليله. ودابا ندوزو الطريقه والمقادير ان شاء الله. ها هو ده واحد الكيلو ديال الفريز عندنا، انا غسلته نقيته وحليته على جوج باش نشوف له القلب ديالو، هانتوما ضروري خصني نحلو نطلع العين من الداخل. هذا هنا كيلو الفريز، عندي هنا ثلاثة ديال الحبات الباربا غسلتهم مزيان، غادي نسلقهم غنديرهم في هاد الكاسرونه هادي ونخوي عليهم الماء ونديرهم يتسلقوا بالقشره ديالهم، لان انا الماء ما غنحتاجوش، انا ناخذ غير القلباني ديالهم، وهاد القشره ملي كتسلق راه دغيا كتحيد، واللي ما بغاش يسلقها راه كندير طريقه واحده اخرى، كندخلها للفران، كتحطوها هكذا في شي طبصيل لاطا وكتدخلوها للفران، وحتى كتجبروها طابت برا مرات تشكوها تجبروها طابت تجبدوها. المهم انا غنرد هذا يتسلق، والفريز هو معنا نخليه هنا. غنزيد عليه شويه ديال السنيده، لان الباربا راه حلوه والفريز حلو، يعني هاد الكيلو مع هاد ثلاثة ديال الباربات هادو راه حبات كبارين. غندير واحد غندير 120 غرام ديال السنيده، 120 غرام اللي غندير السنيده، لان كلشي حلو باش ما يجيش حلو بزاف. انا رد هادي تسلق وعاد نرجع معاكم. ها هو الفريز ديالنا، انا غنزيدو هاد السنيده نخويها عليه هنايا، نخليه تطلق على ما يطيب لي، على ما طيب الباربا هنا غنرجع ليه غدوب هاد السنيده عليه، ما غنحركو لا والو، الراسه غدوب معاه بما وجدت الباربا، وعاد ديك الساعات نوريكم نكمل لكم الطريقه. هانتوما الفريز ديالنا بعد ما خويت عليه ديك السكر سنيده، شوفوا كيف طلق السيرو ديالو، هانت الراس وطلق الماء. دابا غنرجعو فوق النار، الباربا راه طابت لي ولكن مازال سخونه، ما نقدرش نحكها هكذاك على ما تبرد وعاد نحكها، غتحك في ديك العينه الرقيقه. المهم رد هذا فوق البوطه، لان الباربا راه ديجا طايبه، هذا يبقى مني يقرب الطياب غادي تبرد الاخرى ونحكها ونضيفها عليه. هل المربى ديال الفريز ديالنا هانتوما شفتو كيف ولا؟ دابا عاد نكملو الباربا ديالي، هي بردات غنحكها في هاد العين الرقيقة. شوفوا كيف كتهبط هانتوما، واللي بغا يطحنها يطحنها. وهذا ديالي غنطحنو في الطحانة اليدوية تا هو. هاني هنايا كنطحن هذا الفريز ديالنا، و حتى ديك الباربا اللي حكيت انا رجعتها لهنا كنطحنها. ها هو ده المربى ديالنا طحناه، هانتوما رزقتو واحد المذاق جاي غزال، يعني الباربا مخلطه مع الفريز عطات واحد لوكو زوين بزاف. عاد دابا غنردها غير شويه تغلي، لان هو ديجا هانتوما راه عاقد، هانتوما شفتها، ردو غير شويه يغلي وطفي عليه. انا هذا ما غنسمو حتى شي حاجه، نخليه على طبيعته هكذا. مي اللي بغى يدير له القرفه عويد ديال القرفه يديرها له، ولا باديان يدير حبه ديال باديانه ولا قرفه،
المهم دابا دقتو جاي غزال، عجبني بهذا لوكو هذا، واللي بغات قطره ديال مزهر يديرها حتى هو كيجي فيه زوين. انا ردو يتقلى غير شويه ونطفي عليه. الربا ديالنا طاب، هانتوما شوفوا كيف جا. انا خويته في هذه الجبانه هذه غير باش يبان لكم. هانتوما قصاح وفيه واحد المذاق غزال، قلت لكم اللي بغى يزيدو الزهر يزيدو ديك القطره الزهر حتى هو كتجي معاه مزيان، راه غزال غزال زوين. انا عقمت هذه القريعه، انا غنردو فيها ونوري لكم. انا عمرت هذيك القريعه بعد ما عقمتها مزيان وقلبتها هكذا غير على منديل لا تقطر، ما كان مسح من الداخل لا والو. وشوف تبارك الله الكميه اللي عطى، يعني عطى كميه بزايد. هانتوما كتشوفوا، وراه قلت لكم غزال، غير جربوه ما تندموش عليه. زوين بزاف. انا كملت التحضير ونقدمه لكم. ها هو هذا المربى ديالنا وجد ديال الفراوله والباربا. راه زوين 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 بزاف. واخا نعيا نشكر لكم، خصكم تجربوه ضروري، وتا وليداتكم غيعجبهم، لان ما كيجيش كاع المذاق زعما مذاق خايب. هانتوما شوف كي كيجي في قريعات غزال وقاصح، وعاد راه مازال سخون شويه. هذا زوين بزاف، وراكم عارفين الفوائد ديال الباربا وديال الفراوله، بالخصوص الباربا الفوائد ديالها كثيره للناس اللي عندهم فقر الدم، المناعه قليله، يعني كتدخلهم تدخلهم لهم في هاد الوصفات. اللي غتشري مربى من الزنقه حتى كتصاوبو في الدار، ناقص مواد حافظه، ناقص ديك السكريات اللي مجهده، هذا كديروا الحلاوه غير شويه. اللي بغى يحليه بدبس ديال التمر اولا ديال الخروب، بالنسبه للناس اللي عندهم السكر وما كيبغيوش حلاوه. واللي بغى هذا من الاحسن ما يديرلوش السكر، لان البربه حلوه بزاف والفريز حلو، يعني بلا ما ديروا كاع السكر راه كيجي زوين وفي الصحه والراحه. وغير جربوه ما غتندموش عليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. ونتمنى اللي مازال ما شاركوا معنا يلتحقوا بالقناه ويشجعونا، وشكرا جزيلا.